وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ثم ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إن والده كافر، يقول ويحدث أنني إذا ذهبت إليه فإنه يضع الخمر على الطاولة عند إرادتنا للطعام، فإذا انصرفت عن الطاولة فإنه يغضب، يقول ما الحكم الشرعي في ذلك؟ في حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة فيها خمر. بين له هذا، قال ديننا ما يسمح لنا بهذا. نعم.